نصيحة، إذا مش ماكل لا تكمل معنا الفيديو. ما عاد يضحك، هي بتظل اسمها مقلوب بغض النظر عن الحجم. آسف، بتظل اسمها مقلوب. المقلوبة من اسمها، لازم نقلبها حسب العادات والتقاليد. يعني بدل ما نجيب صدر حبيبي نجيب صحن. هاي مقلوبة مقدمة لشخص واحد، طبعا ما نزل إشي معناته محروقة. يعني هذا أسكيش، يعني ما بتقدر. بدأت التصوير أنا يا عمي، بدي افتح مطعم أنا، ما بتوفيش معي هيك. طب شو دخل المقلوبة بالكاميرا؟ لنعتبر الشيف سارة أخذت الصورة، أخذت صورة، يعني جمعت الضوء اللي شايفيته قدامها ودخلته عندها على السنسور أو على المطبخ. شو بتسوي سارة؟ بتصير جوا المطبخ عندها تطبخ وتعمل عمليات وبروسيسنج إلى آخره مشان تسلمك الصورة النهائية أو الطبق النهائي. وين المشكلة بتصفي؟ لو إجتك الأكل محروقة مثلا أو استلمت الصورة محروقة أوفر إكسبوز، شو راح تعمل؟ راح تكبها، ما راح تأكلها. لكن لو إجت الشيف سارة سلمتك بدل الطبق النهائي أعطتك المكونات الخام اللي هي الرو، جابت البطاطا والرز واللبن وكل إشي، أعطتك إياه أنت تطبخه، مش أحسن إلا مشان تقدر أنت تطبخه بكيفك براحتك تسويه صح؟ لأنه أنت ما بتعرف، يمكن عادي شيف ممكن تغلط، نفس الإشي أنت كمان ممكن تغلط. لكن إذا حافظت على المواد الخام يكون عندك خط الرجع الباكب، هذا أول. ثانيا، كل شخص بحب يضيف أشياء من عنده زيادة. مثلا أنا بحب أزيد زهرة كثير على المقلوبة مثلا، فأنا ما بحب تجي لطبخة المقلوبة فيها قطعتين زهرة، بحبها كلها زهرة أكثر من الرز مثلا. فالأفضل إلي أنا كمصور أني أنا أستلم المواد الخام وأنا أطبخهم براحتي. وهذا نفس الإشي اللي بنعمله بالكاميرا لما نصور من رو أو جي بيج اللي هي الكاميرا نفسها، الشيف لحاله بيعالج الصورة وبطبخها وبطلع لك إياها جاهزة. الرو أنت بتستلم المواد الخام وأنت بتطبخهم براحتك، وهذا هو الأكثر احترافية. طبعا خلينا نشوف شو الفروقات بينهم بالضبط، طبعا بعد ما أنا وحبيبتي نتعشى صح. حلو، شو اللي ممكن نطبقه هلا؟ بدنا نفهم انه انا عندي على الكاميرا بس اصور، بقدر اصور بس جي بيج، بقدر اصور بس رو، او بقدر اصور رو وجي بيج. على الكانون من عند ايمج كواليتي رو بلس ال، اللي هو لارج اكبر حجم للجي بيج. بالنيكون اللي هو بيكون رو زائد فاين، المسميات مختلفه لكن النتيجه واحده. طيب شو يعني رو جي بيج؟ يعني بيعطيك صورتين نفس الصوره نسختين، نسخه رو ونسخه جي بيج. فخلينا نشوف مثال الصوره عندي هون. هاي نفس الصوره عندي اخذتها بكاميرتي، يعني بس كبست كبسه اخذت صورة واحدة، لكن لما طلعت الميموري واخذت على اللابتوب اعطتني صورتين نفس الصوره مكرره مرتين. هاي لاحظوا رقمها 8275 8275. هلا اللي اختلف .cr2 ودوت جيبيج. اذا هاي الاكستنشن مش طالع عندكم بتروحوا على فيو، اختاروا اوبشن فايل نيم اكستنشن، بيكون عاده باي ديفولت مطفي على جميع اللابتوبات، فانتم بتضغطوا على الويندوز. عندي CR2 اللي هي للصيغه الرو كاميرا الكانون النيكون NEF، وكل شركه لها اختصاراتها، والجيبيج من اسمه جيبيج. خلينا على السريع نشوف شو الفرق بينهم. مثلا لو اجيت انا صورة جي بيج، نحكي انت قاعد بتصور جي بيج، اجيت فتحت على الفوتوشوب وجيت بدك تعالجها، مثلا الصورة اندر اكسبوز، بدك ترفع الاكسبوجر تاعها. هلا بدي اعدل قدامكم عن طريق الكاميرا رو فلتر، او اللي بحبوا يستخدموا اللايت روم الاثنين واحد. فمثلا بدي ارفع الاكسبوجر عندي، بدي ابين الشادوز. لاحظوا هاي المنطقة كثير اندر اكسبوز، مش شايف فيها اشي ولا اي ديتيلز. خلينا ارفع الاكسبوجر وتشوفوا كيف شو راح يصير. طلعوا كيف البيكسلز، بس احفظوا هذا المنظر، طلعوا كيف مكسرة خربانة. هلا انا الصورة اوفر اكسبوز لاسباب بس للفيديو مشان توضيح لكم. هلا بدنا نروح نشوف الصورة الرو لما اجي اعالجها. هلا الصورة الرو ملاحظة ما بتفتح الا على برامج الايديتنج، يعني الفوتوشوب لايت روم، فبدها برامج، بدها سوفت وير ايديتنج سوفت وير مشان تفتح معك الرو. اذا عندك ويندوز 7 او اقدم ما راح تفتح عندك، يعني راح تعطي اشارة استفهام مثلا او ثمب نيل، مش معروف شو هي الصورة. لكن ويندوز 10 ويندوز 8 بلشوا يدعموا الرو، فبتقدر تفتحها هيك تبين قدامك الثمب نيل. لكن اذا كبسنا دبل كليك عليها راح تفتح لحالها على الكاميرا رو فلتر بالفوتوشوب او على اللايت روم. هلا مشان اخذ نفس التعديلات اللي عملتها على الصوره الجي بيج، في عندي بالكاميرا رو كبسه من هون بريفيوس كونفيرجن، اللي هو التعديلات اللي عملتها قبل شوي بدي تتعدل على هاي الصوره. خلينا نحط الصورتين جنب بعض ونقارن، فهي الصورتين فوق بعض. خلينا نشوف وين الديتيلز عندي. مثلا نطلع هاي الزاويه هون، شوفوا هسه بس هاي الجي بيج بس عدلناها، طلع الرو يعني نويزي لكن الديتيلز لسه موجوده، قدرنا نعمل ريكفري للمعلومات اللي ضاعت هون، ولسه بقدر اعمل دي نويز، يعني بقدر اشيل النويز. طلعوا كيف كانت البيكسلز مكسره، وتطلعوا بعد نويزي لكن في ديتيلز، فانا قدرت اعمل ريكفر بسيط. هلا ممكن اعدل النويز، بقدر اشيلها عن طريق الكاميرا رو فلتر. اذا انت مصور رو تقدر تروح على، في عندك فلتر هون النويز ريدكشن، طلع شو ممكن اعمل. هاي برفع اللومينانس وبرفع الكلر، هاي شوفوا قبل
وبعد دي نويز، هاي لانه صورة رو، هاي الصورة الرو مع النويز الطبيعية وهي بدون النويز. طيب نشوف الجي بيج، لو بدنا نشيل النويز اللي فيها على اساس انه نويز، طبعا ما في نويز لانه البكسلز مكسره مدمره، فيش معلومات هون اصلا حتى اعملها ريكفر. فلو بدي اطبق الدي نويز على نفس هاي الصوره جي بيج، هاي فلتر مع انه ما في نويز اصلا نلغيها، هاي كاميرا رو فلتر، هاي بروح على النويز برفع مثلا، خلينا نشوف هون، برفع اللومينانس برفع الكلر، ما راح يكون في فرق لانه خربت الصوره اصلا، فيش عمليه استرجاع لمعلومات هون لانه اصلا فيش معلومات، تكسرت خربت. فهذا هو اهم فرق عندي بين الجي بيج بين الرو. طب شو السبب يلي انه هيك تم استرجاع المعلومات؟ يعني ما اوكي حلو، فهمنا انه بدنا نصور رو، بس ليش بدنا نفهم ليش؟ شو المشكله؟ الفكره انه صوره جي بيج تطلع لك من الكاميرا 8 بت، راح يكون في فيديو تفصيل وشرح اكثر ايش يعني 8 بت. 8 بت يعني تعطيك 255 درجه للون الاحمر، يعني من احمر فاتح اغمق 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 لحد الاسود، 255 درجه هاي 8 بت. لكن الرو بتكون 12 بت او حتى 14 بت. 12 بت قد ايه تتوقعوا فرق درجه؟ 12 بت 4000 وفراطه، تخيلوا الفرق بين هالقد معلومات بال16 بت وهالقد معلومات بال8 بت. لهيك في عندنا لسه مساحه كبيره نستعيد معلومات، هذا اول سبب. ثاني سبب، خلال عملية حفظ الجي بيج في شيء اسمه كومبريشن، اللي هو الضغط للمعلومات. بالأصل كانت الصورة الرو حجمها جدا ضخم، يعني لو نشوف هنا الصورة الرو عندي حجمها 19 ميجا، لكن الجي بيج 3 ميجا 3.5 حتى، طلعوا الفرق. فحجم الرو تخزيني كثير ضخم بالنسبة للجي بيج لأنه فيه معلومات جدا جدا أضخم، لكن على حساب أنه أنت بدك تعملها إيديتنج، وعلى حساب الفيسبوك السوشيال ميديا التليفونات تابلت، ما بتتعرف على الرو، ما بتفهمها، بتعرف شو هاي اللغة، فما بتفهم غير جي بيج. والكاميرا مشان تحول الرو لجي بيج بدها تضغط هاي المعلومات كلها 20 ميجا بايت ل 3 ميجا بايت. فهي العملية بنسميها كومبريشن، اللي هو ضغط الملفات او ضغط المعلومات. شوف في فروقات ثانية كمان رح نستفيد منها لما نصور الرو. في شيء اسمه لينس كوركشن. في عندي تو اوبشنز اللي هم كروماتيك ابريشن، طلعوا مثلا هذا السلك، في عندي على اليمين اخضر وعلى اليسار بنفسجي، هذا شو سببه؟ هاي فيديو كمان لاحق رح نحكي عنه، اللي هو الانزياح الضوئي او الفرنج اذا سمعتوا عنها. هذا سببه انه الضوء لما يدخل على العدسه بيصير فيه الانكسارات، هاي ظاهره فيزيائيه طبيعيه. هلا بيسبب هاي الانكسارات الضوء الابيض بتحلل للسبع الوان، تتذكروا المشهور، مش الضوء بيدخل عليه بيطلع سبع الوان. فانا هون عندي دخلت العدسه وانكسرت، ولما رجعت فوكس ما رجعت على مكانها الصحيح، فهربت شويه من الالوان. فانا لما اصور رو بقدر اكبس كبسه واحده ريموف كروماتيك ابريشن ويلغي إياها. فهي واحدة من الفوائد المهمة جدا لما نصور رو. ثاني شيء اللي هو نيبل بروفايل كوركشن. نيبل بروفايل كوركشن بيصحح لي شغلتين في الصورة. أول شيء اللي هو الفينيت، الفينيت اللي هو التعتيم اللي على إطار الصورة، وثاني شيء بيصحح لي الديستورشن اللي هو إذا الصورة مقعرة أو محدبة. كل عدسة إلها كروماتيك أوبريشن خاص فيها، ديستورشن خاص فيها، وإلها فينيت خاص فيها. إذا ما صورت رو، إذا صورت جي بيج، الفوتوشوب ما راح يعرف هاي الأشياء وما راح يعرف يصلحها أوتوماتيكي. فأنا لو كبست هلا نيبل بروفايل كوركشن راح يعرف شو نوع العدسه، ايش الشركه المصنعه، شو البعد البؤري تاعها، وفي بروفايل خاص فيها، يعني لها بروفايل تصحيح خاص فيها، فصحح لي الفينيت والديستورشن بكبسه واحده. للتوضيح راح افرجيكم شو هو الفينيت. لاحظوا كيف الحواف صارت عندي غامقه، هي قبل وبعد، فكل عدسه لها فينيت خاص فيها، والديستورشن اظن واضحه اللي هي التقعر والتحدب العدسه. فانا لما اصور رو هاي الميتا داتا بتكون امبيدد، يعني موجوده او مكتوبه جوا الصوره، وبعالجها الفوتوشوب، بفهمها وبعالجها. لو رحنا على الجي بيج بدي اعدلها، ما راح يفتح عندي الاوبشنز اللي كنا فيهم، ما في غير مانيوال قاعرها وتحدبها بايدك، او انت تعمل انفينيت مثلا. لاحظوا، وبالنسبه للكروماتيك ابريشن بدك تعملها بايدك، فبدي افتح على الصوره، واصلا هي شوي مبكسلك شوي خربانه لانه زي ما اتفقنا الجي بيج ملف مضغوط مش زي الرو. فاذا بدي اعالجها بدي اروح على البيربل اماونت ارفعه، ها هي زحناه شوي. الاخضر بدي ازيحه، لا ما راحش كامل لانه هذا مش اخضر هذا ازرق، فبدي اسحب للازرق شوي، هي قبل هي بعد. فمشكلة كثير كبيرة، لانه بدي اقعد اعالج هسه بالكروماتيك ابريشن، يمكن يطلع معي صح يمكن ما يطلع دقيق. هي واحدة من اهم الاشياء اللي بدنا نعالجها. من اهم الاشياء كمان نركن عليها لما نصور رو، اللي هو احنا اذا غلطنا بالوايت بالانس. الوايت بالانس موضوعه شوي صعب، انه بدك تاخذ وايت بالانس صحيح لكل مشهد عندك، فراح يتعبك، لكن لما تاخذ رو انت راح تقدر تتحكم بالوايت بالانس كلهم كانهم موجودات كانوا في الكاميرا. اذا اخذت الصورة جي بيج راح يعمل امبيد الوايت بالانس، وراح يعمل بيك، يعني راح يطبخ الوايت بالانس مع مكونات الصورة، فراح يتعبك لما تعمل ريكفري للوايت بالانس او لما تصحح الوايت بالانس. لكن بالرو بتقدر تصحح الوايت بالانس براحتك. وغير هيك بالرو كمان راح يساعدك اكثر في تصحيح الوايت بالانس، لانه في اداة خاصة بالوايت بالانس بكبس، فوين تتوقع في اشي لونه ابيض او نيوترال مثلا او جراي، مكان فيش فيه اللون
اللي هو مثلا انا هاي القماش البيضة، الكرسي لاحظ انه مايل للبيج فما بقدر اخذ ريفرنس، فانا باخذ الريفرنس عندي مثلا القماش البيضة خلص هو بيصحح لي الوايت بالانس تاعها. فهي كمان انا ساعدني الرو اني اصحح الوايت بالانس بالصورة واريح. لو كانت جي بيج اذا بدي اصحح الوايت بالانس فيش عندي يا اوتو يا كاستوم. كاستوم انه انا بدي هيك ازيد الازرق والاورنج من عندي، والاوتو هو يحاول يصحح لي حسب الاعدادات الموجوده في الصوره، ومش دائما بتزبط لانه انا في عندي ازرق في الصوره فراح يبطل يميز هو. فهذا الوايت بالانس كمان موضوع اساسي جدا بالرو. غير الوايت بالانس كمان عندي البيكتشر ستايل، في عندي ستايلات كثير بالصورة، كل كاميرا بتعطيني ستايل خاص، ممكن احطه فيثفول، ممكن احطه نيوترال، ممكن بورتري، لاندسكيب. فاذا اخذت جي بيج نفس الاشي زي ما صار بالوايت بالانس راح يصير بالبيكتشر ستايل، لكن بالرو بقدر انا اعدله. ادخل على البروفايل، في عندي الكالر، هاي في عندي اللاندسكيب، بورتري، الستاندرد، فيفيد، المونوكروم. المونوكروم اللي هو ابيض واسود، فانا كمان بقدر اغير البيكتشر ستايل من عندي من هون. اخر اشي بدي احكي عنه هي ملاحظة صغيرة، لاحظ انه انا طلع عندي ملف جديد اللي هو نفس اسم الصورة لكن XMP. الـ XMP اللي هو ملف التعديلات اللي عملناها. فمثلا انا لو رجعت فتحت الصورة الرو هسا راح تفتح مع التعديلات اللي انا عملتها عليها، لكن لو شطبت ملف الـ XMP هاي ديليت وفتحت الصورة الرو هسا ما راح تحتفظ بالتعديلات. فما تخافوا من ملف الـ XMP وما تشطبوه اذا ما عرفت شو وظيفته، بالعكس هو مهم جدا. وظيفته يحتفظ بكل التعديلات اللي انت عملتها بملف لحال، لانه الرو ما بيصير فيها امبيدد، الرو خلص بتضل زي ما هي والتعديلات عليها لحال. فالـ XMP عادي كل صوره بتعدلها رو بتطلع XMP معاها زياده عادي. واخر شيء ممكن نحكي عنه حقوق الملكيه، او انه الصوره الرو هي بتثبت ملكيتك للصوره، لانه ما بنقدر نطلعها من الفوتوشوب، خلص السي ار 2 بتطلع من معالج الكاميرا. لهيك اذا شاركت في مسابقه او بدك تثبت انه الصوره لك بتقول لهم انه انا هي ملف الرو عندي. فهاي ابسط استخدامات الرو والجي بيج ممكن نحكي. طيب يا ليو خلص معناته من اليوم نصور رو؟ طيب صح، وهذا هو الافضل انه تضل دائما تصور رو، لكن في حالات مش دائما بنفضل نصور فيها الرو وبتكون سلبيه، اللي هي لما انت تروح تصور حفله 1000 صوره الرو ما راح تحتاجه، خلص صور جي بيج لانه بدك تسلم العميل ما راح تعالج 1000 صوره. هذا اولا. ثانيا الحجم جدا ضخم للرو، فانت لما تعرف انه انت ما راح تعمل اديتنج للصوره ما راح تعالجها خلص صور جي بيج وانتهى مشي حالك فيها. لكن اذا في بروجكت كبير وعدد صور جد بدك تعملها اديتنج وبدك تتعب عليها لازم تصور رو. اتوقع هسه فهمنا الرابط اللي حجيب بين المقلوبه والكاميرا او الصوره. يعطيكم العافيه، اتمنى تكونوا استفدتوا، وتذكروا دائما انه كل شخص فينا مبدع لكن بطريقته الخاصه. مع السلامه.